سلمنا سفارة وقف الأيتام بالبلد الحرام أبطال أملج، فسهم تكفل لك يتيم 300 ريال مدى الحياة في البلد الحرام، ويعني تكون ممن ساهموا ممن يدخلون الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بيديه إصبعيه الوسطى بالإبهام الوسطى في معنى الحديث، فأجرها عظيم ومضاعف، فلا تحرم نفسك الأجر ولا تحرم نفسك الحظ الطيب وتساهم في هذا الوقف. نسأل الله العلي العظيم أنه يتم هذا الوقف. وصلنا اليوم في الوقف، قبل شوي أخوي مشعل أخوي مفلح المشعلي يقول وصلنا في 40% في الوقف، فبإذن الله أن نوصل لإتمام هذا الوقف قبل أن ينتهي هذا البرنامج. ومن خلال هذا البرنامج ومن خلال اللي يشوفونا الآن، احنا استلمنا السفارة ودنا نحقق نسبة أعلى من نسبة زملائنا حققوا يعني نسب طيبة، وحنا نامل بالنسب الطيبة وبالأجر لكم ولنا. نسأل الله أن لا يحرمنا ولا يحرمكم الأجر، والإنسان في ظل الصدقة اللي تصدقها. والله العظيم إني أتكلم بهذه القصة البارحة وقبل وقبل وقبل، الأجر دائما مضاعف في هذا في هذه الصدقة، مضاعف الأجر. فما بالك كفلت يتيم تكفلك يتيم، وتضمن بإذن الله أنك مع اللي يدخلون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. ففضل عظيم، ونسأل الله العلي العظيم أنه يكتب أجرنا وأجركم. أنا والله العظيم أنه شخص قدامي يكافل إخوانه متكفل بهم وهم أيتام، والله أن الله موسع في رزقه وزايد في ماله ومبارك في صحته، فصدقه أجرها عظيم. وأنت تعرفون الشيء هذا، لكن يقول ذكر فإن ذكرى تنفع المؤمنين. والله لا يحرمنا ولا يحرمكم الأجر، وإن شاء الله نحن نتم هذا الوقف في الأيام الجاية. ويعني واجب علينا أن يعني نتسابق على العلم الطيب، لأن الإنسان الحين أي إنسان في طبيعته لما يروح يشتري حاجة أو يبغى شيء أو يبي شيء يعني في الحياة هذه لازم يكون عليها ضمان، ما راح يدفع حاجة إلا عليها ضمان. فما بالك هذه الصديقة اللي ضمانها عظيم وأجرها عظيم في مكان عظيم، يعني الأجر فيه مضاعف. يعني الضمان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. والأجر لأجر الإنسان في ظل صدقته هو أنك تدخل الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. والفضل أنها في البلد الحرام والأجور هناك مضاعفة. فجمعية أبطال أملج الله يجزاهم خير يعني سهلوا علينا وعليكم أنك من خلال التطبيق وأنت في البيت جالس ما تأخذ يعني 10 ثواني، تدخل على التطبيق تكتب جمعية أبطال أملج، عندك سهم يعني 300 ريال للسهم، 600 ريال عنك وعن والديك، 900 ريال عنك وعن الأسرة. كلنا مقصرين وكلنا نبغى الأجر وكلنا نبغى يعني أن ندخل الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. في أخوي ويختي اللي تشوفونا الله لا يحرمكم الأجر، ساهموا ما هو بشرط حتى 300 ريال حلالات، يعني تراها تسوي أشياء كثيرة. فالله لا يحرمكم الأجر، وأنا أدري أن الشباب ما قصروا، لكن بحكم أن حنا سفراء للوقف وأنتم سفراء للخير أن نذكر بعض فالهمة. ونسأل الله العلي العظيم يا من تبرع ويا من ساهم في هذا الوقف وقدم في هذا الوقف من نشر أو رسالة أو دعم أو قليل أو كثير، نسأل الله العلي العظيم أنه يبارك له في رزقه ويبارك له في ماله وحاله وعياله. ويعني كلنا نبتغي الأجر من الله عز وجل، فنسأل الله أن يكتب أجرنا وأجركم. ولاني بعرف ممن تكلم ولاني بطيء منهم، لكن حنا مكلفين بسفارة هذا الوقف هذا الأسبوع، فنتمنى من الله ثم منكم.
كلكم محبين للخير وكلبونا يعني مكملين لبعض. أتمنى من الله ثم منكم مني أنا يا عبد الله الكرعاني في سفارة هذا الوقف أني أحقق يعني النسبة العالية عن زملائي كلهم. أسأل الله العلي العظيم أنه يحقق لنا ولكم كل خير يا رب العالمين، على كل شيء قدير. تكفون تكفون تكفون، سارعوا بادروا انشروا يعني الفعل الخير تسابقوا عليه، لأن لو نذكرون هناك خير للشباب قدامنا يعني مال أو حاجة هناك كلبونا بنتسابق على نروح ناخذها، فما بالك على أجر عظيم ودخول للجنة. يعني كلام دائما كثير، ولكن الزبدة من كلامنا كله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، أشار بالسبابة والوسطى، تصحيح لما قلت قبل شوي. فتكفون تكفون تكفون، الله يسعدكم دنيا وآخرة ويبيض وجه ذا اللي جاب الطيب، وخلانا نتطيب مع من تطيب. جاب الطيب وراح. وين؟ وين؟ عمود؟